يبدو أن ما قبل إجراءات ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية لن يكون كما بعدها. فالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي نسف أي أمل للتوصل إلى تسوية سياسية مع روسيا بعد تحركها الأخير. زيلينسكي أصدر مرسوما أكد فيه استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأمر بتعزيز الدفاعات الأوكرانية والسعي للحصول على مزيد من الأسلحة من الحلفاء الغربيين. على الجانب الآخر، رد الكرملين على زيلينسكي بالقول أنه سينتظر أوكرانيا للجلوس لإجراء محادثات بشأن إنهاء الصراع، لكنه أشار إلى أن ذلك قد لا يحدث حتى يتولى رئيس أوكراني جديد منصبه. فأي تأثير يمكن أن يحدث موقف كل من موسكو وكييف على مسار الأزمة؟ للنقاش أرحب بضيفي من سيفاستوبول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، الدكتور عمار قناة. يعني دكتور عمار، يعني هذه المواقف لا يقبل كل من زيلينسكي وبوتين الجلوس للتفاوض حتى يتغير أحد الرئيسين، يعني إلى أي درجة نحن أمام تعقيد مسألة إمكانية الحلول الدبلوماسية أو التفاوض أصلا؟ تحياتي سيدي الكريم. رأينا أن يعني العملية التفاوضية منذ البدء، يعني منذ بداية الأزمة، هي كانت يعني متعثرة، وباعتقاد يعني هذا التعثر هو مرتبط يعني بالأداء الغربي وليس يعني في أوكرانيا أو في كييف. يعني منذ بداية المفاوضات في مينسك وانتقالها إلى إسطنبول، رأينا أنه عندما اقتربت يعني المفاوضات من الملفات السياسية، كانت هناك ضغوط يعني أمريكية بريطانية واضحة لعدم الاستمرار. المسألة ليست هي مرتبطة يعني بالرئيس زيلينسكي أو بالنخبة السياسية يعني الضعيفة في أوكرانيا، بل هو يعني قرار ممكن القول يعني مناط بواشنطن مباشرة. فيما يتعلق يعني في روسيا، هي كانت منفتحة يعني على الحوار ولغاية الآن، لكن تصريحات يعني زيلينسكي هي يعني متناقضة ومتضاربة، وممكن يعني جدا أن نجده يعني غدا أو بعد غد يلغي مثل هذه القرار يعني، وهذا القرار الذي أخضعه يعني ضمن وثيقة رسمية بعدم خوض مباحثات يعني مع الرئيس بوتين، لا يمكن يعني وصفه بالقرار المتزن، وذلك أن العالم يعني كله يريد تقريبا يعني حلا، ولا أعني المنظومة الغربية، لأنه عدم وجود أفق سياسي هو أيضا يعني يعود إلى المنظومة الغربية، والتي تعول على عملية الاستنزاف يعني لروسيا. هنا يعني تكمن المعضلة، أننا نحن الآن أمام منظومة غربية قد انقسمت إلى كتلتين، الكتلة الأنجلوساكسونية والكتلة الأوروبية الغربية، والتي يعني باتت بينهما ممكن القول يعني جزء من التصدع، وذلك أن المصالح يعني الكتلة الأنجلوساكسونية تكمن في استمرار العملية يعني العملية بشكل كامل، يعني هذه عملية الاستنزاف الاقتصادي العسكري والسياسي. فيما يتعلق يعني في الكتلة الأوروبية، نراها يعني هي من تعاني، واليوم هي معنية أكثر يعني بكثير في وقف لهذا الصراع. لكن الصراع كما يعلم الجميع هو ليس يعني صراعا روسيا أوكرانيا، بل هو صراعا جيوسياسيا ما بين روسيا والولايات المتحدة تحت يعني وتحت عباءتها المنظومة. طيب، لكن دكتور عمار، يعني لماذا يمكن أن يكون ضم الأقاليم الأربعة نقطة قوة لروسيا؟ قد تكون نقطة ضعف، خاصة أن الدول الغربية لن تتردد في الدعم الكبير عسكريا في هذا النطاق، وكانت ربما تتردد في توجيه أي من أسلحتها إلى الداخل الروسي، لكن هذه أراضي تراها أوكرانية، ومن حق يعني كييف أن تلقى دعما كبيرا للتحرك عسكريا فيها. لو نظرنا سيدي يعني لبداية الصراع وقبل يعني العملية العسكرية، لقد رأينا أنه خلال الثمان سنوات يعني الماضية، روسيا من حافظت على يعني وحدة أوكرانيا من خلال التزامها يعني باتفاقيات مينسك، وهي لم تعترف يعني باستقلالية جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك، وذلك يعني وعندها يعني وبعد التعنت الأوكراني من جهة بالدعم يعني الغربي وخاصة الولايات المتحدة، قد طرأ الكثير يعني من هذه المعادلة. روسيا أعطت يعني فرصا ومهلا كثيرة للمنظومة الغربية يعني للتأني ولخوض يعني مباحثات حول مفاهيم يعني التي طالبت فيها روسيا قبل الأزمة، وهي يعني المطالبات الأمنية بعدم تجزئة الأمن في المنطقة الأوروبية، تحييد يعني أوكرانيا عن حلف الناتو، وأيضا يعني تدمير البنية التحتية. لا، لم تكن هذه البنية التحتية، لكن يعني
مطالبات بتحييد أوكرانيا عن حلف الناتو. هذه الأمور كلها يعني رأينا تجاهلا تاما من قبل المنظومة الغربية آنذاك، وتفعيل يعني العامل العسكري الأوكراني ضد منطقة الدنباس. فنحن يعني أمام اليوم تطورات يعني ومتغيرات لا تعود فقط لروسيا، لكنها ممكن اعتبارها جملة من الأخطاء الاستراتيجية التي قد ارتكبت. والسؤال الأكبر يعني اليوم كل هذا الدعم العسكري، الدعم السياسي المعنوي لأوكرانيا إلى ما يعني أفضى إلى ضم 4 مناطق إلى روسيا دون خوض أي مفاوضات سياسية. يعني أنت تتواجد في سيفاستوبول، أعتقد أنها إحدى مدن شبه جزيرة القرم، أليس كذلك دكتور عمار؟ وما إمكانية بالفعل أن يكون نموذج جزيرة القرم مشابها لما سيحدث في الأقاليم الأربعة الجديدة؟ سؤال منطقي جدا سيدي الكريم، وأنه ممكن اعتبار يعني شبه جزيرة القرم نموذجا يعني نموذجا لهذه العملية، والتي يعني أتحفظ يعني على مسألة الضم، ولكنها فعلا يعني تعني العودة إلى روسيا، إلى الكيان يعني الذي يعني لطالما تاق إليه سكان هذه المناطق. وفيما يتعلق بشبه جزيرة القرم يعني نرى أن ما المتغيرات التي حدثت من حيث يعني البناء الجديد للبنية التحتية يعني المدنية في شبه جزيرة القرم، الأمن الذي يعني عانى منه سكان المنطقة، وذلك يعني منذ تأسيس الدولة الأوكرانية، وأنها كانت هناك الكثير يعني من المواقف السياسية التي لطالما كانت تتعارض يعني مع مواقف كييف، ولكنها يعني بدأت تتبلور يعني في التوجه إلى روسيا منذ عام 2005 وبعد الثورة البرتقالية، ولكن بعد يعني الثورة الملونة عام 2014 وبعد الانقلاب يعني السياسي هنا كانت يعني الفترة الحاسمة أنه لا يمكن الاستمرار بهذا النهج، فلذلك يجب التصحيح التاريخي. وهنا يعني أيضا ننظر إلى العمليات التي جرت يعني من عمليات الاستفتاء، ممكن اعتبارها أيضا هي استحقاق تاريخي لسكان تلك المناطق. سيدي يعني مفهوم الانقسام في المنظومة المجتمعية والسياسية الأوكرانية هو ليس وليدة الحاضر، هو كان منذ عام 1991، ولعبت يعني الولايات المتحدة والمنظومة الغربية بشكل كامل يعني على تعزيز بعد عام 2005 تعزيز مفهوم القومية الأوكرانية، والتي وصلت لمستواها يعني التطرفي عام 2014 ورأيناه من خلال أحداث الميدان وما تمخض عنه من تنظيمات يعني نازية عسكرية واضحة والتي طيب تلعب يعني. لكن دكتور عمار، بعيدا عن يعني كل الأخبار وما تشير إليه سواء موسكو أو كييف، نتحدث هنا بمعايير معينة، لماذا يمكن الحديث على أن الشعب في الأقاليم الأربعة قد يميل إلى كييف أو قد يميل إلى موسكو بنظرة يعني دقيقة؟ ما العوامل التي تدفع هذا الشعب لاختيار طرف على حساب آخر باختصار؟ سيدي الكريم، يعني اولا العامل يعني الاثني، ثانيا العامل الثقافي، ثالثا العامل يعني ايضا الديني، هذا من جهه. ومن جهه اخرى يعني الممارسات التي قامت بها يعني سلطات كييف في ضد يعني تلك الاقاليم هو يعني يجبرها ايضا يعني في الواقع الحالي الى الخروج من ضمن النطاق الاوكراني. فهذه العوامل يعني، وعند الحديث عندما يقولون يعني الناطقون باللغه الروسيه، المسألة هي ليست يعني مسألة لغوية، ولكنها يعني تعني من يحمل الثقافة والإرث يعني الروسي، فهذا هو يعني ما دعا سكان تلك المناطق. وهنا يجب يعني التمييز فيما يتعلق في لوغانسك ودنيتسك وزاباروجيا وخرسون، وذلك أن يعني ما عانته دنيتسك ولوغانسك من خلال 8 سنوات الماضية من تحرك يعني دبابات وقصف بالطائرات عام 2014، واستمرت هذه العملية يعني ل8 سنوات، فلا يمكن الحديث يعني عن مفهوم العودة يعني إلى النطاق الأوكراني مع يعني ازدياد مفهوم الروسافوبيا، والذي يعني تفشى ممكن القول في أوكرانيا، واليوم نراه يتمدد يعني في المنطقة الأوروبية يعني، ويرمو بعرض الحائط كل مفاهيم يعني المنظومة القيمية الغربية الليبرالية، ونرى هذا يعني ونرى ازدواجية المعايير وأنها باتت يعني
يعني سمة من سمات يعني هذه السياسات الأوروبية والغربية بشكل عام. فلذلك يعني أراها المسألة يعني هي مسألة طبيعية منطقية، وذلك ضمن إرادة حقيقية لسكان نعم. تلك المناطق إلى العودة إلى روسيا الأم. إذا كان معنا من سيفاستوبول أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الدكتور عمار قناة، شكرا جزيلا لك دكتور عمار.